الموجز الثالثة صباحا من اونلايف. مشاهدينا الكرام السلام عليكم. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع امس على مشروع قانون بشان الزراعة العضوية، والذي يستهدف تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في الاشراف الكامل على كل ما يخص الزراعة العضوية طبقا لقواعد الايزو. كما وافق المجلس على البدء في انشاء محور عدلي منصور على نهر النيل بمدينة بني سويف، ووافق أيضا على إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني محمد بن إبراهيم المطوع، الذي يزور القاهرة بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة. وافق مجلس العموم البريطاني على قانون يسمح لرئيسة الوزراء تريزا ماي بدء مباحثات الخروج من الاتحاد الأوروبي البريكزيت. القانون أيده 494 نائبا بينما عارضه 122. من جهتها قالت رئيسة الحكومة البريطانية أنها ستعمل على إعداد مقترح بشأن الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وسيعرض على البرلمان بمجلسيه العموم واللوردات. أدى محمد عبد الله فرماجو اليمين القانونية رئيسا جديدا للصومال بعدما فاز في الجولة الثانية من تصويت أعضاء البرلمان في الانتخابات التي جرت بمجمع مطار مقديشو وسط إجراءات أمنية مشددة. وأقر الرئيس المنتهي ولايته حسن شيخ محمود بالهزيمة بعدما تأكد من استحالة فوزه في الجولة الثالثة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية قتلت خلال الأيام الماضية 11 عنصرا من تنظيم القاعدة في ضربتين جويتين قرب إدلب بسوريا. وذكر بيان للبنتاغون أن القيادي في القاعدة أبو هاني المصري كان ضمن القتلى. من ناحية أخرى، أعلن عدد من مسؤولي البنتاغون أن واشنطن بدأت دعم قنوات التواصل مع موسكو لتفادي التصادم في الأجواء السورية خلال تحرير مدينة الرقة. تأهل فريق إنبي للدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في الدور 16 للمسابقة. سجل ثلاثية إنبي كل من محمد حمدي ومحمود قعود ولما كلين، بينما هذه النتيجة يضرب بها إنبي موعدا مع المصري بورسعيدي في ربع نهائي كأس مسابقة مصر. ختام هذا الموجز مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة ونبقاكم في جولات لاحقة بإذن الله.